السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير في نشرتنا الجوية لهذا المساء. أجواءنا لا تزال أجواء شتوية معتدلة، بالنهار تميل الأجواء إلى الدفء وكذلك بالليل تميل الأجواء إلى البرودة وتكون باردة خاصة في المناطق الشمالية والمناطق الغربية من البلاد. الأجواء الحالية في مدينة الكويت سماء صحو، الرياح جنوبية الشرقية سرعتها 6 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة الحالية 18 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 65%، الرؤية الأفقية لا تزال جيدة تتجاوز 10 كيلو. أجواء متوقعة إن شاء الله في منتصف هذه الليلة، أجواء تميل إلى البرودة وكذلك فرص الأمطار متفرغة تبدو يعني بالليل والساعات الأولى من صباح يوم الغد، خفيفة بشكل عام على بعض المناطق، تستمر إن شاء الله إلى بداية مساء يوم غدا وتعاود مرة ثانية إن شاء الله عقب باكر على بعض المناطق وأمطار خفيفة إن شاء الله. الأجواء المتوقعة في المناطق الغربية 12 درجة مئوية في منطقتي الشقاية والسالمي، شمال البلاد في مزارع العبدلي كذلك 12 درجة مئوية، جنوبا في مزارع الوفرة 13 درجة مئوية، مناطق ساحلية والجزر الكويتية متفاوت درجات الحرارة ما بين 19 إلى 18 درجة مئوية. فرص لتشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق متوقع في هذه الليلة مع بداية دخول ساعات صباح الأولى من نهار يوم الغد، ودرجات حرارة الصغرى متوقعة قد تصل إلى 8 درجات مئوية في المناطق الغربية من دولة الكويت في منطقتي الشقاية والسالمي، المناطق الوسطى والمناطق الساحلية متفاوتة ما بين 10 درجات إلى 16 درجة مئوية، استمرار في الرياح الجنوبية الشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. من بعد منتصف نهار يوم الغد ودرجات الحرارة العظمى قد تصل إلى 25 درجة مئوية في مدينة الجهرة وضواحيها، مناطق غربية 24 درجة مئوية، شمال البلاد في مزارع العبدلي 23 درجة مئوية، مناطق الساحلية والجزر الكويتية متفاوتة ما بين 20 إلى 22 درجة مئوية مع استمرار الرياح الجنوبية الشرقية من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. أما بالنسبة للأجواء البحرية المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله، أجواء معتدلة مناسبة لممارسة جميع الأنشطة البحرية، متوقع تراوح ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 3 أقدام، تيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 25 دقيقة، موعد شروق الشمس الساعة 6:44، موعد أذان المغرب الساعة 5:11 دقيقة. بالنسبة للطقس المتوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة بمشيئة الله، أجواء يوم الأحد والاثنين غائمة إلى غائمة جزئيا، فرص الأمطار خفيفة متفرقة محدودة على بعض المناطق، العظمى متوقعة 23، الصغرى من 14 إلى 15 درجة مئوية. الرياح راح تكون رياح جنوبية شرقية في يوم غدا الأحد، بداية من الساعة الأولى من صباح يوم الاثنين تتحول رياح شمالية غربية معتدلة السرعة بشكل عام، ابتداء من منتصف نهار منتصف الأسبوع القادم حتى عطلة نهاية الأسبوع أجواء غائمة بشكل عام إلى غائمة جزئية، رياح شمالية غربية معتدلة السرعة، نشاط نسبي في سرعة الرياح قد تتجاوز 40 كيلومتر في الساعة في بعض المناطق، درجات الحرارة العظمى متفاوتة ما بين 20 إلى 23 درجة مئوية، الصغرى 14 درجة مئوية، ولكن بعض المناطق الشمالية والغربية قد تقل درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون 8 درجات مئوية. أعزائي المشاهدين أشكركم على حسن المتابعة، والآن نعود للزملاء في الاستديو.